انا خويا الصوت محمد. الشركه هذه اللي كانت هنا الاولى مشات بحالاتها، درت معاك سيده هي داير الحديد هنا، وما بغاوش اخويا يخدمونا. احنا خويا ولينا خويا مشاغدين، ما عندنا وليت نوكلوهم، ما عندنا خويا من نعسهم بقينا خويا نفكروا في والو. دابا خويا شي 16 يوم دابا او 10 ايام وحنا مريحين، كنا يردوا عندنا بالسؤال علاش اش درتوا؟ ما درنا والو، خرجونا بلا فائده. او كيقول لك السميه ولا كنيه بحال وما كاينش كنيه بحال، راه حشومه هادشي. واش بنادم كيعرف كيحيد التماره وفي الاخر يجريو عليه؟ وبنادم اذا كان مجرم ولا كان شي حاجه ولا كان ضريف ولا كان زوين، كان عايش واحد الاسلوب زوين تخدم ودار عقله زعما وتزوج ودار وليدات، كيفاش غينفجر السيد هذا اللي غيمشي وغيجريو عليه في هذا المكان؟ هادشي راه كيحمق وكيبكي وكيسطي وكيخلي بنادم مبهدل، راه ما كيقدرش يقولوا الصراحه. اكون كيدوا الصراحه بعضياتهم كاملين، كلشي يربح ولكن يربح الله. هاد الناس اخويا راه لحونا حشاك بحال الزباله وكنخدموا بالمعقول. انا وعمي خدامين، بيني وبينك واش عمي غيصرف عليا؟ انا عنده 4 الولاد وانا عندي 2 ولاد، يعني كله غيصرف على راسه. هما جاو قال لك مني حبسونا، قال لك لا نفس الكنيات ما يخدموش، وانا صبعت تضربت معاهم وما قلت والو للشركه بانني راه مضروب ولا، وجيت خدمت عادي. حتى كنسمع وقف ما بقايش خدام. السبب شنو هو؟ بغينا نعرفوا السبب، ما عرفناش شنو هو. 18 يوم وانا في الرباط خدام معاهم تما في قريف، انا الشيفور. 18 يوم وانا تما، كاين لا حوايج لا والو، هزونا من هنا مرحبا، باغي الخير لهاد الناس ياك، ولكن تما خصهم يتعاملوا معنا، ماشي هذا هو الجزاء ديالنا حنايا. حنا خصنا نكونوا حنا من الناس الاولين اللي خدامين. وليت انا بارك، انا بحالي بحال عباد الله، يلاه جيت من الرباط في قريف، اشنو جبت معايا؟ هاي الرباط. دابا قال لك سير تجلس. ريشبو. دابا قال لك سير تجلس، بحال ما درت شي والو. مشيت مهرس قريف تما كان كيسبونا بنادم كيعايرنا تما، وكنسكتو كنقول خير للشركه، خير هذا هو الجزاء ديالي، لكن هذا هو الجزاء ديالي مرحبا به. الدراري اللي معانا حنا خدمنا ودخلنا السقري وصلنا، قلنا دخلنا للبلديه من هذه الفتره هذه خل مشيت انا كريت ومتزوج، المراه عندي انت هي حامله وانت الوراق ديال الحاله المدنيه. هاد الناس حنا خدامين تعيطوا لينا قالوا لنا صافي غدا ما غاتخدموش. ما عرفنا شنو هو السبب. دابا كنجيو هنا كنقولوا بغينا شي مسؤول شي حاجه يهضر معنا يقول لنا شنو هو السبب، حتى واحد ما كيعطينا وقت، حتى واحد ما كيهضر معنا يقول حنا ما عارفينش. دابا حنا صبحوا مشردين هاد الناس، حنا ما عرفنا نعرفوا السبب. يعني علاش كي قال لكم الدراري ما كنمنكم ما كنديروا والو، خدمتنا كنديروا الزبر كنجمعوه، يعني كنخدموا من الساعه حنا نسينا ريوسون كنخدموا على قبل ولادنا. دابا هاد الناس ماشي شردونا حنا، شردونا ولادنا، شردونا عائلتنا، عائلات شردوهم دابا خدامين بخير. قالك حق ما حقش واحد كيهضر كيقول كل الكنياش حق الخوش، ها هو بحال دابا انا هو انا فرح هو فرح، ما خويا ما خو، علاه كنيه بحال الكنيه، علاش خوش ما يخدموش؟ يعني قالك هذا هو السبب، يعني ما كيجيش واحد الا حنا هذا هو السبب. قالك حق ما حق ما بغاوش نفس الكنياش يبقاو خدامين. قلنا هذا بلا سبب توقفنا، كنا خدامين غادي الصباح جايين اونتوني باش نخدم، ولكم انتوما 18 واحد في حي مولاي رشيد واقف ما عرفناش السبب علاش. حنا دابا الصغار فينا في هاد الدراري هادو، عنده وليد ولا عنده بنيه، بحال دابا انا وخويا هازين الدار على قدا، احنا بجوجنا ريحنا، اش غناكلو اش غنشرب؟ فين غنمشيو؟ عامين ونص دابا حنا مع هاد الناس كنضربو في التماره، عينيا مابقاش كنشوف فيهم، ولدي ما كنراجعش معاه، حرف ما كنراجعوش معاه. وان الله غفور رحيم وشديد العقاب وعاش الملك. عاش الملك. عاش الملك. ونطلبوا من هاد الناس هادو يشوفوا مشيتنا ورجعونا، حنا باغيين نخدموا ما باغيينش شي حاجه اخرى، ما باغي ندير ما ندير لا شغاب ما مهرسين لا الحجاج ما محابسين لا طريق لا والو، حنا باغيين نخدموا. شنو الخدمه ديالك انت؟ شنو طبيعه الخدمه ديالك؟ الخدمه ديالي انا بلايور. يعني الخدمه ديالي قد بها وشريفه وشانا انا عزه. ما كاينش شي مخالفه. ما كاينش شي مخالفه. ما علموناش كنا خدامين. نهار الجمعه الصباح توقفنا كاملين. شي سبب علاش مقنع باش حنا غنرتاحوا؟ ما عرفناش علاش. حنا دابا هنا في هذا الباب واقفين، بغينا شي مسؤول يجي ويقول لنا السبب علاش. حنا راه تشردنا. صافي بقى شي حاجه، الامل الوحيد هو هذه الخدمه هذه. تكرفصنا حنا في الحياه وقلنا الله سبحانه، تبنا ودرنا وليداتنا. وانا شفت طريق المستقيم ود الناس هادو الله يهديهم عنا، وكنطلبوا من الله يشوف من حالنا. عمال ديال النظافه بمرأب مولاي رشيد خويا، حنا كنا خدامين عادي كنسايروا العمل ديالنا،
حتى هاد الناس هادو اخويا جاو عندنا قالوا لنا توقفتوا بدون اي ادنى اي سبب. وهاد الناس هادو اللي موقفين كاملين كتشهد لهم بالكفاءه، الناس ما كتغيب ما والو، كيضربوا تماره كيديروا داكشي اللي فوق من الطاقه ديالهم. كاين هنا اخويا اللي ضارب 6 سنين، كاين اللي ضارب عامين، ما يمكنش انك تجي توقف خدام ما بين ليله وضحاها انه يصبح تقول لي سير تريح في داركم. شنو دار الله اعلم. لحد الان حنا باقي ما دوى معنا حتى شي واحد، جهات المسؤوله باقي حتى شي واحد ما دوى معنا، ما عطانا لا ايه لا 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 سبب لا حتى شي حاجه. من الجمعه وحنا واقفين، جات مع الويكاند، جات مع لي جوغ في غيب، بقينا بحال ما هكا. قال لك نهار الثلاثاء ندوى معاكم، حتى واحد ما دوى معنا، حنا باقي كنتسناو. حنا ما داير لا شي غاب، ما مستخدمين لا عنف لا والو، حنا كنتسناو هاد الناس هادو يدويو معانا، يعطيونا سبب مقنع علاش ريحنا، علاش قالوا لنا سيروا تريحوا. ديك الساعه العيب والعار لا بقينا جينا درنا شي حاجه، حنا ما دايرين والو. نهار نهار ما مطقوبش لك خدام عادي يجي ويقول لك سير تريح، عيب. حتى شي واحد ما غادي يرضاها، ناس بولادها، ناس كارية. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، الله يبارك، عاش الملك، عاش الملك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.